أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة هناخد second lecture of CNS sensing. بس أولاً أحب أقول لكم حاجة بعد إذنكم، إن إحنا الأسئلة ما بدأناش بالأسئلة ليه؟ لأن قررنا بإذن الله إن من المحاضرة القادمة هنحط الأسئلة على البورد، هتبقى موجودة عندك قبلها، بس عاوزها تبقى جزء محتفظ به مع الفيديو. فهتبقى الأسئلة المالتيبل تشويس كويشنز الخمسة على المحاضرة السابقة في نفس المادة، يعني مش هتلاقي أسئلة سي ان اس غير على السي ان اس. لما اجي اعيد السي ان اس اقول المحاضرة الثالثة في السي ان اس باذن الله هتلاقي الأسئلة بتاعت سي ان اس على المحاضرة الثانية اللي هنقولها النهاردة. ليه؟ أنا الغرض إن أنا يبقى محتفظ بيه على الفيديو والإجابات موجودة، عشان لما كنا بنطلع الأسئلة بره المحاضرات فبتضيع وهتحتفظ بيها لوحدها، لا أنا عاوزها تبقى دوكيومنتد مع المحاضرة. كل محاضرة هنحط في نفس النوع الأسئلة على المحاضرة السابقة في نفس في سي ان اس، يبقى في سي ان اس وهكذا. عشان كده النهاردة اعذروني مش هنعمل سي ان اس أسئلة لحد ما نوضب القصة. يعني المرة القادمة بإذن الله اللي هو الاندوكراين هتلاقي أسئلة، مفروض لو كنا ما خدناش على الاندوكراين هنحط على الاندوكراين وهكذا لحد ما نضبط الموضوع. أما عن المواعيد فبقولها في أوانيها، لسه أنا في حالة تضبيط، فعاوز بس أعديكم ثلاث مرات، غالبا هيبقى سي ان اس واندوكراين وسبيشال سنسز لإليكم. فبس ادوني فرصة بفضلكم، يعني فترة قليلة جدا، one day not more، هقول لكم فيها المواعيد بالظبط. طيب دلوقتي هنتوكل على الله ونبتدئ المحاضرة الثانية في السنسوري، سي ان اس سنسوري للفرقة الثانية. كنا احنا قلنا يا شباب ان الكاركترز اوف سينابتيك ترانسميشن تذكرة بالمحاضرة السابقة، فكنا قلنا الكاركترز كالآتي. اول حاجة قلنا فورورد دايركشن، ان النيرف امبلس لازم يمشي من البري الى البوست مش العكس. تاني حاجة قلنا سينابتيك ديلي، ان قلنا الاحداث عشان تنتقل اشارة عصبية من البري سينابتيك للبوست سينابتيك بتاخد بالضبط 0.05 ملي سكند، نص ملي سكند. قلنا ما ينفعش 5 ملي سكند وما ينفعش 0.05 سكند، لازم تدقق في الام اس كيو عاوز تدقق ايه 0.05 ملي سكند. وثالث خاصيه كانت، وقلنا حتى من الخاصيه دي كان ممكن نعد عدد السينابس، يعني لو سنترال ديلي مثلا الزمن ما بين دخول الامبلس للسنترال نيرفس سيستم وخروجه من السنترال نيرفس سيستم كان 3 ملي سكندز، يبقى 100% فات في 6 سينابسز، لان كل سينابس بتاخد نص ملي سكند، يبقى الثلاثه تقسمهم كام نص؟ 6. وقلنا لو حبيت تعرف عدد الانتر نيرونز، سؤال الام اس كيو الاصعب، هتشيل من هذا الرقم 1. يعني لما يبقى السنترال ديلي 3 ملي سكندز فهذا معناه ان السينابسز 6 سينابسز، لكن الانتر نيرون تقل واحد هيبقوا 5 انتر نيرونز. وقلنا دي اسئله مش مهم. ثالث كاركتر في السينابتيك ترانسميشن كانت هي الفتيك، وقلنا الفتيك ده بيحدث لما يتعرض البري سينابتيك نيرون الى رابيد ريبيتد ستيمولاي، وده سببه حاجتين، ان البري سينابتيك نيرون خلص الكيميكال ترانسميتر والريسبتور اللي على البوست سينابتيك نيرونز اصبحت ان اكتف، يعني حاجتين، البري ما عندوش كيميكال ترانسميتر، اكزوشن ديبليشن اوف كيميكال ترانسميتر ان ذا بري سينابتيك نيرون، طب والبوست اللي عليه ريسبتورز حصل لها ان اكتيفيشن. وقلنا ان دي ظاهره صحيه في السينابس لانها بتمنع اوفر اكسايتيشن اوف سي ان اس. دول كانوا اول ثلاثه كاركترز خدناهم في المحاضره الماضيه، اللي هم فورورد دايركشن فروم بري تو بوست
synaptic delay اللي هي 0.05 ملي سكن، نص ملي سكن، وعرفنا منها central delay وعرفنا منها عدد الانترنيرونز. ثالث حاجة الفاتيج بسببيه، السبب الأساسي الأساسي إن البريسينابتك خلص ترانسميتر والبوست ريسبتر أصبحت إنأكتف، وده بيمنع الأوفر إكسيتيشن في CNS. نيجي الخاصية الأصعب بقى يا شباب، وهي السينابتك بلاستيستي. وزي ما قلت لكم وريتكم المرة اللي فاتت، المسطرة البلاستيك قابلة للانثناء، يبقى إذا البلاستيستي هي الابيليتي تو تشينج السينابتك ترانسميشن، مقدرة تغيير السينابتك ترانسميشن، ودي من روائع الخلق والخالق. depending على demands حسب احتياجك، وbased على past experience يعني على experience قديمة. يبقى definition ال ability to change تلك كلمات synaptic transmission based أو depending على demands النقطة الثانية، وبعدين related to past experience متعلقة بخبرة سابقة. وقلنا ان لما فكرنا انت تقدر تغير ايه في synaptic transmission، قلنا اقدر اغير المدة يعني خليها طويلة او قصيرة، وعليه synaptic plasticity حسب المدة هتنقسم الى short term و long term. ممكن اغير الamplitude بحيث يحصل يا potentiation تقوية او inhibition. وعلي اتوقع لطالب ذكي ان يقول لي في اربع انواع رئيسيه من السينابتيك بلاستيستي، لونج تير وشورت تير، كل ينقسم من نوعين دول الى انهيبيشن او بوتنشيشن او فاسيليتيشن. ودي على فكره حاجه من الحاجات الصعبه، يعني من المحاضرات الصعبه جدا السينابتيك بلاستيستي، فحاول تفهمها معايا. انا زي ما اتفقنا يا شباب ما عشقت مثل عشقي للنظام، ففي كل نوع من الانواع الاربعه الاساسيه، وهندرس خمسه لان اكشوالي الشورت تيرم فاسيليتيشن في نوعين، انما بيزيكالي هما يا شورت يا لونج، وكل ينقسم لاثنين، يا انهيبيشن يا اما فاسيليتيشن او بوتنشيشن، كان المفروض يبقى اربعه لكن هما خمس، مش مشكله في دي. ما عشقت مثل عشق النظام انا عملته لك في تيبل 4. انا عايزك في كل نوع من البلاستيستي، وخلينا منظمين مع بعض، تتكلم في اربع نقاط. الاول ايه اللي بيحدث في البري سينابتيك نيرون، الاستيمولس، نوع الاستيمولس للبري، وبعدين الريسبونس اللي حصل في البوست، وبعدين الايونيك بيزس النقطه الثالثه، وبعدين النقطه الرابعه الاكزامبل. حلو كده، يبقى اتفقنا بري الاستيمولس اللي خدته نوعه ايه، البوست الريسبونس الايونيك بيزس باي نويز. وقلنا كل ما احنا ناس منظمين كل ما هيبقى الفهم ايسر واسهل. فنيجي اول نوع اللي هو الشورت تيرم انهيبيشن، يعني شورت تيرم انهيبيشن او هابيتويشن التعود. وحتى ابتدي بالاكزامبل بسرعه عشان تفهم، اللي هو زي التعود على الضوضاء. اروح ازور صديق ساكن قصاد محطه قطارات، او تحتيه راجل بيعمل سمكرة سيارات فبيعمل ازعاج رهيب، فاقول له انتوا يعني ازاي بتناموا لما القطر بيفوت او لما بتسمع الازعاج والدقدقه دي طول النهار؟ فيرد عليا الرد يقول لي اتعودنا، انت لو عشت معانا هتتعود. شوف الروعه في الخلق وعظمه الخالق، ان ربنا خلانا نقدر نتعود عشان نتكيف عشان نتعايش. بس نتعود مع ايه بقى؟ بص، لازم الاستيمولس اللي تتعود معاه يبقى ايه؟ نبتدي باول نقطه، repeated benign، benign يعني حميد، stimuli at interval for example noises، يعني stimulus لازم يبقى غير ضار، benign. ايوه مش لطيف بس مش ضار، يعني الصوت الضوضاء ما مش هيعمل لي دامج الانسجه، يبقى حاجه benign ومتكرره at intervals، فهنتعود عليها. واحسن مثال هنا قلنا مين يا اولاد؟ النويزز، الضوء. طيب يبقى الاستيمولس repeated benign stimuli at intervals. طب البوست حصل فيه ايه؟ gradual loss of response، فقد استجابة، بقت الضوضاء لا تؤثر فيه، اعرف انام كويس قوي. يبقى حصل ايه في البوست؟ gradual loss of response. طب ايه الايونيك بيزس؟ الايونيك بيزس
انك انت كل ستيمولس بيدخل شويه كالسيوم يطلع كيميكال ترانسميتر. لما تعيد الاستيمولاي الانتراسير كالسيوم كميه الكالسيوم هتقل، انت خلصت الكالسيوم كل الكالسيوم ما بقاش فيه كالسيوم فاضل يدخل، وبالتالي ما بيحصلش ريليس في الكيميكال ترانسميتر. يبقى الاونيك بيزس للحكايه دي هي ديكريزد انتراسيلر كالسيوم وعليه ديكريز ريليس اوف كيميكال ترانسميتر. والنقطه الرابعه المثال النويزس. تقل الى النوع الثاني اللي هو الشورت تيرم فاسيليتيشن، واول نوع فيه بالعكس بقى مش انهيبيشن فاسيليتيشن تقويه، واول نوع هناخده فيه اللي هو البوست تيتانيك بوتنشيشن. بوست تيتانيك بوتنشيشن تقويه عقب بوست، يعني عقب التيتانايزنج ستيمولاي. يعني بيقول لك لو حضرتك اديت الاستيمولس بريف تيتانايزنج امبلس، تيتانايزنج هنا معناها يعني لو اديتها المسل كان كانت هيحصل فيها تيتاني، بس طبعا هنا مفيش مسل خالص خالص، ده تعبير مجازي. بريف يعني لمده قصيره تيتانايزنج ستيمولاي. لو اديت بريف تيتانايزنج ستيمولاي او امبلس وقفت، مفروض ايه العقل؟ ادام وقفت ستيميليشن اوف ذا بري البوست يتوقف عن الريسبونس. المنطق يقول كده، مفيش ستيمولاي للبري يبقى مفيش ريسبونس في البوست. لكن لا، مش ده اللي حصل. لما عملت ستوبج للبريف تيتانايزنج امبلسز في البري، البوست بالعكس بقى continues to discharge for few seconds or minutes. البوست استمر في انه يديسشارج لمده ثواني or minutes. ليه؟ لان لما اديت بريف يعني شويه صغيرين ستيمولاي دخلوا كميه كالسيوم اهو، تعالى الاونيك بيزس زاد الانتراسيلولار كالسيوم بقى اكتر من الكالسيوم بامب، يعني اللي بيدخل جوه البوست اللي بيدخل جوه البري اسف اكتر من اللي بيخرج من البامب، فالكالسيوم اتجمع جوه فعمل رابشر في الفيسكل، فبالعكس زود الريليس اوف كيميكال ترانسميتر. يعني العكس تماما، لما بدي بريف ستيميليشن بس شويه صغيرين دخل الكالسيوم بمعدل اكثر من معدل البامب تدفقه للخارج، اللي بيدخل جوه البريسينابتيك نوب اكثر من اللي بيخرج بالبامب، يبقى جوه البريسينابتيك نوب اتجمع كميه كبيره من الكالسيوم، فجر كميه كبيره من الكيميكال من الفيسيكلز، طلع كميه كبيره من الكيميكال ترانسميتر. والاكزامبل هنا ايه بقى؟ immediate memory. الميموري عندنا الذاكره ثلاث انواع يا اولاد، في immediate وفي short term وفي long term. هو ده immediate memory. انا عاوز اقولها بطريقه يعني فلسفيه اكتر شويه، لولا البوست تيتانيك بوتنشيشن دي لانعدمت الحياه. We cannot do anything in life لو ما عندناش ال post titanic potentiation اللي هو نوع من انواع الشورت تيرم فاسيليتيشن. شورت تيرم ميموري اللي هي لازمه لكل ثانيه في الحياه. واحد يقول لي ممكن تدينا اكزامبل؟ اديك اكزامبل، خليك معايا. يلا حل المساله الحسابيه التافهه الاتيه: 2 زائد 3 يساوي 5. طيب خد بالك، انا لا يمكن اوصل للاجابه اللي هي 5 الا اذا المعلومات قعدت في دماغي من اول مساله. يعني انا قلت 2 وسكت، بس ما زال البوست سينابتيك نيرون عنده رقم 2 بلس وسكت فبقى عنده 2 وزائد 3 وسكت بقى عنده 2 زائد 3 وسكت تساوي، يعني اربع حاجات خلصوا خلاص، ان انا 2 خلاص قلتها وخلصت، وزائد قلتها وخلصت، و3 قلتها وخلصت، تساوي وسكت فانت قلت 5. يبقى ليه؟ ده مهم جدا في الاميديت ميموري. تخيل لو انا قلت 2 وسكت ضاع الاثنين دي، ما مش قادر تحتفظ بيها، البوست ما قدرش يحتفظ بيها. زائد مش محتفظ بيها، في الاخر هتنسى هو كانت المساله عن ايه؟ هو قلنا ايه زائد ايه يساوي ايه؟ يو نو وات اي مين؟ يعني 2 هنا تمثل الاستيمولس اللي اديته خد زمن 2، ده مش 2 دي ما بتتقالش في لا زمن، في زمن في عرف الخلق طويل، ان الخلق بيحسبها بالملي سكند، واحد على 1000 ثانيه 2. يبقى وقفت 2 في البري، انما انت البوست احتفظ برقم 2 زائد، انا وقفت زائد لكن انت عندك في البوست زائد 3 موجوده تساوي لسه تساوي موجوده،
فقدرت توصل نتيجة 5. إماجل لو أنا كل حاجة بتقف بتضيع في أوانيها، يعني أقول 2 وسكت خلاص أنت مفيش في ذاكرتك 2 دي، زائد مفيش زائد، مفيش 3، مفيش يساوي، في الآخر أقول لك إيه 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 حصاد، إيه حل المسألة دي؟ تقول لي معرفش. اللي خلاك تحلها إن أنت أنا قلت حاجات وصمت ده انتقلت اللي بعدها، لكن أنت محتفظ بيها بس إيه لمدة ثواني معدودات، immediate memory. وفي القراءة شرحه، تخيل أنا بقرأ جملة في مبتدأ وخبر، قلت المبتدأ وانتقلت للخبر، تخيل أنت بقيت شايف الخبر ونسيت المبتدأ، يبقى تفهم جملة إزاي؟ هذه من روائع الخلق والخالق، immediate memory، بدونها تستحيل الحياة. إن أنا أقدر أحتفظ بمجموعة ستيمولاي لجزء ضئيل جدا من الوقت عشان أصل للنتيجة النهائية، مش باختفاء الاستيمولاس، 2 اختفت زائد اختفى، 3 اختفى يساوي اختفى، أبقى نسيت اللي اتقال. بقول لك إيه الحل، الحل بتاع إيه؟ هتحلها ليه؟ إنك ما زال عندك رقم 2 في ذاكرتك، وزائد وتلاتة وتساوي، فيبقى حاصل دي يبقى 5. جملة فيها فاعل، فعل وفاعل ومفعول به، بعد ما أنا بقول كل كلمة تختفي، قلت الفعل وسكت، يعني الولد يأكل الطعام، خلاص هنا في يأكل الولد والطعام، لو أنا كل واحدة خلصت أنت نسيتها في الآخر مش هتفهم جملة، يبقى هتقرأ مش هتفهم حاجة خالص. هقول لك مسألة حساب مش هتحلها، هو ده الإيميديت ميموري، بسبب ان كل ستيمولس قعد فترة وجيزة، اللي هو البريف تيوتنايزنج ستيمولاي، تأثيره على البوست لم يختفي، البوست كونتينيوز لفيو سكندز اور مينيتس في الاحتفاظ به، في الديسشارج ما زال عنده، بسبب زي ما قلنا الاونيك بيزيس، ان الكالسيوم يدخل بيتدفق معدل اكتر من معدل تدفقه الخارجي اللي هو كالسيوم بامب، فبيزيد الريسك كيميكال ترانسميتر، وده فيري فيري امبورتنت في الحياه لما يعرف بالاميديات ميموري. كثير من الزملاء بيقولوا هنا اكزامبل خطا. تقل لتاني نوع بقى اللي هو الشورت تيرم فاسيليتيشن، نوع تاني سنسيتايزيشن، ده مهم مش في الاميديت ميموري، في الشورت تيرم ميموري. انا بحب ابتدي بالاكزامبل عشان تفهم اكتر. عارف عندنا مثل لذيذ قوي يقول لك اللي اتلسع من الشوربه ينفخ في الزبادي، يعني بقى خايف ياكل زبادي اللي هيتلسع، اللي اتلسع من الشوربه ينفخ في الزبادي. تعالى بقى طبق الاكزامبل ده، تلاقيه في تينج ان راكب كويس قوي في القصه. هنا ايه الشوربه دي كانت عباره عن حاجتين، يبقى حاجه حلوه اللي هي الشوربه، بس عيبها انها كانت سخنه قوي، يبقى في حاجه بيناين اللي هي الشوربه، الواحد بيقبل على الشوربه، الشوربه دي حاجه حميده مطلوبه جميله. ايه اللي كابل ميها؟ ان انا ما توقعتش انها تبقى سخنه، يبقى معاها حاجه ضاره، نوكيس، مؤلمه. يبقى امتى تحصل الظاهره دي؟ لو حطيت تو ستيمولاي مع بعض، واحد بيناين اللي هو الشرب، الشوربه حاجه حلوه قوي، والسخونه نوكيس يعني مؤلم ستيمولاي، يعني انت تلقيت تو ستيمولاي، شوربه بيناين حلوه وفي نفس الوقت كانت ساخنه للبري، فايه اللي حصل بقى؟ ان انت البوست بقى متحذر، خايف من اي حاجه لا تطلع سخنه، فقعد عنده برولونجد يعني لمده طويله، طبعا مش هتقعد فور ايفر، هتقعد لمده 3 4 ايام بعد كده خلاص، يعني او مش 3 4 ايام حتى مينتس، هتبقى خايف من المعلقه اللي بعدها وبعد كده هتهدى لما الشوربه تبرد. يبقى برولونجد اور اوجمنتد ريسبونس، هتقعد لمينتس او لمده مثلا ايام بالكثير، تبقى عندك تخوف من الحاجه اللي حصلت، يبقى prolonged augmented response في البوست. ايه تفسيرها بقى يا شباب؟ خدناها قبل كده، البريسينابتيك فاسيليتيشن، اذكرك فيها في عجاله، فاكر السيروتونين بتاع البريسينابتيك فاسيليتيشن؟ كان الثيرد نيرون كان ازاي بيستيميليت البري، بيطلع سيروتونين، اللي عنده اللي سمع المحاضره السابقه، يشتغل على ميتابوتروبيك ريسبتورز، خدناه. يعمل ايه بقى لما قلنا بيشتغل على الميتابوتروبيك؟ فاكر كان بيحصل جي بروتين، والجي بروتين يعمل سايكليك ام بي، والسايكليك ام بي تنشط، خدناها حتى في محاضره الاندوكراين كمان، تنشط ال 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 الكاينيز ايه
اللي هو بروتين كينيز A اللي يعمل فوسفوريليشن. كان الفوسفوريليشن ده بيحصل في البوتاسيوم تشانل يقفلها فيحصل ديبولاريزيشن, لما يحصل ديبولاريزيشن تفتح الكالسيوم تشانل يدخل كالسيوم كتير يفجر الفيسكل يطلع مور كيميكال ترانسميتر من الفيسكلز. ده البري سينابتيك فاسيليتيشن. اذا كنت قدرت تتذكر معايا اتسوكي, اذا ما كنتش قدرت تتذكر ارجع تاني لمحاضره البري سينابتيك فاسيليتيشن. سيروتونين اشتغل على ميتابوتروبيك ريسبتورز عن طريق الجي بروتين, نشط الادينايل سايكليز, كسر الاي تي بي الى سايكليك ام بي. السايكليك ام بي بدوره نشط بروتين كينيز اي. البروتين كينيز اي ده فوسفوريليت البوتاسيوم شانلز قفلها. بوتاسيوم متحبس جوه يبقى جوه بوزيتيف وبره نيجاتيف, يبقى ديبولاريزيشن. يفتح كالسيوم شانل يدخل الكالسيوم يفجر عدد اكبر من الفيسكل يطلع اكتر كيميكال ترانسميتر. ده مهم في الشورت تيرم ميموري. ده الشورت تيرم ده لوحده يصلح سؤال نظري تكلمنا عليه في ثلاث نقاط, تعال نعيدهم تاني في عجال. في شورت تيرم انهيبيشن وشورت تيرم فاسيليتيشن اللي هو نوعين بتاع الميموري بيشقيها, اميديت اللي هي بتبقى بتقعد لفتره وجيزه جدا سكندز تو مينيتس, او شورت تيرم اللي هي بتقعد لفتره اطول شويه بس مش اميديت. شورت تيرم انهيبيشن او الهابيتويشن التعود, عشان تبتدي تفهم اكتر التعود على حاجه النويزز, نبتدي بالمثال التعود على النويزز. النويزز دي الضوضاء دي لازم تعود عليها, انما هي في النهايه مش ضاره, هي مش لطيفه بس مش ضاره, حاجه حميده. يبقى البري ريبيتد بيناين ستيمولاي ات انترفال, كل شويه يفوت قطر كل شويه يفوت قطر, يبقى ريبيتد. صوته مش 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 هيضرني, بيناين كل شويه بيفوت في الاخر عشان اعرف انام. البوست يعمل ايه بقى؟ يفقد الريسبونس, جراديوال لوس اوف ريسبونس. ليه؟ الاونيك بيزس, لانه الكالسيوم خلص اللي كان بيدخل ويفجر الفيسكلز, ما في نو مور كالسيوم كافي يدخل, فهيقل ريليس اوف كيميكال ترانسميتر. والنقطه الرابعه النويز, ده النظام اهو. طب تعالى الشورت تيرم فاسيليتيشن, في نوعين, بوست تانيك بوتنشيشن وسنسيتايزيشن, واحده في الميديت ميموري والثانيه في الشورت تيرم ميموري. نبتدي بالبوست تانيك بوتنشيشن اللي هي لازمه للحياه, ما تقدرش تسمعني انت بتسمع جمله بوصل للكلمة الثانية وانت لسه في مخك الكلمة الأولى عشان تفهم الجملة عشان تتابع المحاضرة. يعني انت ثانك جاد, تشكر ربنا النهاردة لأشياء كثيرة جدا, لنعم لا تحصى. واحدة منها البوست تيتانيك بوتنشيشن اللي هي تمكنك من الاستمتاع بالمحاضرة, انك انت لما بنتقل في الجملة من الفعل للفاعل مفعول به, انا في المفعول به بس انت ما زال في ذهنك الفعل والفاعل. لما بقول لك مساله 2 زائد 3 يساوي, لسه دول كلهم عندنا سكت, فيبزغ في ذهنك رقم 5. يبقى ايه البري حصل ايه؟ ستوبج اوف, انا وقفت الاعداد. بريف تيتنايزنج امبلس, ليه بيقولوا بريف تيتنايزنج؟ لان كل عدد بياخد مده كتيرة نسبيا في عرف الخالق 2, ده خدت ثانيتين يعني 2000 ملي سكندز. بريف تيتنايزنج امبلس وقفت واتنقلت لزائد ووقفت اند سو اون, ان انت لسه البوست سينابتيك نيرون موجود عنده الرقم كونتينوس انتشار شغال, مازال فيه كهرباء لمده فيو سكندز اور مينتس لحد ما يجي اللي بعده عشان يجمعهم مع بعض. بسبب ايه بقى؟ مازال في كهرباء بالعقل, يبقى 100% بسبب ان في زياده في الريليس اوف كيميكال ترانسميتر, بسبب ان الكالسيوم اللي بيدخل بيتخطى الكالسيوم اللي بيطلع بالبامب, ويك كالسيوم بامب, زياده الانترسيوال كالسيوم ديو تو ويك كالسيوم بامب, فبيزيد الريليس اوف كيميكال ترانسميتر, ودي مهمه في الايميديت ميموري. طيب تاني نوع من الشورت تيرم فاسيليتيشن اللي هو السنسيتايزيشن. قلت اللي اتلسع من الشوربه هيقعد لمده طويله خايف ياكل اي حاجه, خايف يتلسع حتى من الزبادي. يبقى هنا الشوربه حاجتين, الشوربه ساخنه, فين البناين ستيمولس هنا, فين الحاجه الحلوه؟ الشوربه حلوه بناين, بس ايه اللي كان معاها وحش؟ السخونه. يبقى انت عملت كومبينيشن اوف حاجتين, مؤثر حلو بناين ستيمولس اللي هو الشوربه, ونوكيا ستيمولس مؤلم انها كونها ساخنه. فايه اللي حصل؟ البوست سينابتيك نيرون بقى متحذر
لفتره طويله prolonged augmented يعني مجاد ريسبونس، اي حاجه خايف يلمسها لا 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 اما الا يتلسع. طب بنفسرها بايه؟ بظاهره البريسينابتيك فاسيليتيشن. ان البريسينابتيك ليه بيطلع كيميكال ترانسميتر كتير؟ قلنا بقى القصه ان في ثيرد نيرون طلع سيروتونين، اشتغل على ميتابوتروبيك ريسبتور، شغل الجي بروتين، شغل ادينايل سايكليز اللي كسر ال اي تي بي لسايكليك اي ام بي، السايكليك اي ام بي شغل كينيز اي، بروتين كينيز اي اللي وظيفته ايه الكينيز ده؟ قلناها في محاضرتين، يعمل فوسفوليشن، عمل فوسفوليشن للبوتاسيوم تشانل، قفلها. بقى البوتاسيوم بيتحبس جوه جوه والبوتاسيوم بوست، بيبقى جوه بوست وبره نيجاتيف، يبقى البريسينابتيك حصل له ديبولاريزيشن، فده دخل كالسيوم كتير، فرقع فيسكل كتير، ده ظاهره البريسينابتيك فاسيليتيشن في الشورت تيرم ميموري. خلاص؟ انك بتقعد لفتره ساعه ساعتين يوم يومين خايف تاكل زبادي، يبقى دي ايميديت ميموري انما دي شورت تيرم ميموري. نيجي بقى لاصعب حاجه احاول تفهمها مع العبد الله، والا فهمها هيبقى صعب جدا. اللونج تيرم بوتنشيشن ولونج تيرم ديبريشن. الديبريشن هاخد دقيقتين، انما البوتنشيشن زي ما انت شايف اهو يعني شيء معقد. اهي ايه دي بتبقى في الهيبو كامبس يا شباب، الظاهره دي في الهيبو كامبس اللي هو حصان البحر، و دي حتة موجودة في البرين متعلقة بمرض هنجيله في الجزء الترم الثاني بإذن الله، متعلق مرض الألزايمر، نوت ألزهايمر، ألزايمر. وحتى اللي عاوز يتابع قصة الألزايمر أنا عاملها على الفيسبوك في حلقة كنت قدمتها في التلفزيون وحطيتها على الفيسبوك عن الألزايمر، اللي يحب يعني يبقى يسمعها. في الأول هتقرا تلاقي نفسك يعني مش فاهم البري حصل له إيه؟ ريبيتد ستيميليشن في الهيبوكامبس. لو عملت ريبيتد ستيميليشن بيحصل ايه في البوست؟ خد بالك دي عكس الالزايمر دلوقتي، البوتنشيشن بالعكس ذاكره قويه جدا تقعد سنوات، اللونج تيرم ديبريشن بالعكس الذاكره هتضيع. يبقى ريبيتد ستيميليشن في الهيبوكامبس بتؤدي الى رابيدلي ديفلوبينج بيرزيستنت برولونجد انهانسمنت، يعني الانهانسمنت بيبقى رابيد سريع ودائم بيرزيستنت ولفتره طويله جدا. في حاجات كتيره في حياتنا انا بقولها لك مرتين ثلاثه وتبقى في ذهنك، يعني اسمك بنقوله لك مرتين ثلاثه وتقعد فاكره ذا ريست اوف يور لايف، واسماء كل الناس اللي تهمك في العائله وفي الاصدقاء، مش كل مره هنقعد نقول لك الاسم، احنا بنعيد الاسم مرتين ثلاثة لما بقابلك انا اسمي كذا، وبعد شوية سمعت واحد بيناديني بنفس الاسم وانت يعني حبيت هذا الشخص، سمعت اسمه مرتين ثلاثة تقعد فاكر الصديق ده وباسمه. يبقى repeated stimulation في البري ادى لايه في البوست؟ تقعد years even the rest of life، وبسرعة بسرعة الاسم بقى في ذهنك the rest of life بتاع الشخص اللي هو انت مرتبط بيه سواء كان في العائلة او صديق. Rapid developing persistent prolonged enhancement. الميكانيزم بقى ازاي بنحتفظ بالذاكره لسنوات واذا حصل عكسها نفقدها زي في مرض الزهايمر. هنا في تو ريسبتورز اسمهم امبا ونامدا، امبا ونامدا، حتى انا عشان احفظها بطريقه لطيفه، واحد ام والتاني نام، امبا ونامدا. امبا هي امبا، معلش انا بحورها شويه عشان تعرف تفتكرها، الامبا والنمله. الامبا ريسبتور ده زي ما انت شايف ده صوديوم ريسبتور وده كالسيوم ريسبتور، يعني هم انا عاوز اقول لك الاول ان امبا ونمله دي اختصارات بس مش يعني مش مهم تعرفها. يعني مثلا النمله دي اختصار ايه؟ ان ميثايل دي اسبارتيت، ان ميثايل دي اسبارتيت. الامبا دي اختصار هتبقى الفا ميثايل بروبيونيك اسيد، ما عليكش كلام ما تحفظش العبط ده، امبا ونامدا. ايه الكلمه المهمه؟ انا شايف الرسمه دي معقده مش هتفهم فيها حاجه، فانا عملت لها رسمه، بحب انا الرسم قوي يا شباب وبقول هو حصاد السنين عشان تقدر تفهم فيها القصه دي. ايه القصه؟ في الاول افهم حته حته واعدك
I assure you انك في الاخر هتطلع يعني ثابت بزينك حافظها كويس قوي باذن الله. او ده الاول اختصار انبا ونمده او اسف هم ايه الاول انبا ونمده، انا قلت الاختصارات خلاص مش عايزك تعرف. هم جلوتاميت ريسبتورز من انهي نوع؟ ايونوتروبيك، يعني الانبا بتاع الصوديوم والنمده بتاع الكالسيوم، عشان ما تلخبطهمش الان مش مع الان، النمده ده كالسيوم مش هو الصوديوم، مش الان مع الان ايه، لا النمده ده كالسيوم الانبا ده صوديوم، فدول ايونوتروبيك ريسبتور بيشتغلوا بالجلوتاميت، فهم تعرفهم كده هم جلوتاميت ايونوتروبيك ريسبتورز. دي نقطة مهمة جدا في الام اس كيو. اذكرك بنقطة تاني في الام اس كيو، احنا قلنا يا شباب ان الريسبتور ان الاستيميليشن انهيبيشن، جاوب السؤال ده، داخل السنترال نيرفس سيستم بيعتمد على الكيميكال ترانسميتر ولا على الريسبتور؟ يعني يحصل استيميليشن او يحصل انهيبيشن، ده ديبندنج على مين يا شباب؟ اظن انت عارف الاجابه، ديبندنج على الريسبتور ما عدا في اكسبشن هو اللي بيجي في الام اس كيو. في تملي تو كيميكال ترانسميترز عمرك ما هتشوفهم بيعملوا حاجه غير انهيبيشن، سؤال ام اس كيو نمره 2 اللي هم مين؟ فاكرهم؟ الاثنين بحرف الجي، جاما امينو بيوتيريك اسيد وجلايسين. طب وفي اثنين تملي بنلاقيهم بيعملوا اكسايتيشن، عمرهم ما عملوا انهيبيشن، اللي هم الجلوتاميت موضوعنا النهارده والاسبارتيت. وهو ده الجلوتاميت اكزامبل رهيب، ده بيشتغل على تو ريسبتور بيدخلوا اينز بتعمل ديبولاريزيشن، واحد الامبا بيدخل صوديوم هيعمل ديبولاريزيشن والتاني بيدخل كالسيوم، اللي هم بيخلوا جوه بوستل وبره نيجاتيف. فالريسبتور تو ريسبتور دول ايه في الام اس كيو؟ دول ايونوتروبيك، يعني هم ريسبتور اه في نفس الوقت فيهم اين شانل، واحد يدخل الصوديوم بالعكس الان مش مع الان. النمده بيدخل كالسيوم والامبا هو اللي بيدخل صوديوم. وبيشتغلوا بانهي ترانسميتر؟ اللي هو الجلوتامين اللي هو التملي اكسيتاتور. ازاي الفاسيليتيشن بيقعد لسنوات؟ انا هسهل لك الامر جدا 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 برغم اقرافي كثير من الكتب تطلع ما انتش فاهم حاجه. ان اكشولي في تقويه متبادله، يعني الامبا يقوي النمده والنمده يقوي الامبا، والامبا يقوي النمده زي ما نشوف والنمده يقوي الامبا، عشان كده بيقعد سنين. تقوية متبادلة بالعرض، ايه رأيك بقى تشوف حاجة تانية أحلى منها بالطول؟ عمرك شفت البوست سينابتيك نيرون بيطلع كيميكال ترانسميتر؟ أهو بيطلع كيميكال ترانسميتر غاز نيتروس أوكسايد. تصور يعني البري يطلع جاما هيشغل الحاجات دي، وبالإضافة إنه يشغل الحاجات دي يستيميليت البوست إنه يطلع إن أو، فيخلي البري يطلع مور جلوتاميت، الجلوتاميت يطلع ده مور نيتروس اوكسايد، مور جلوتاميت، يعني انا حفظتها لاجيال. تقويه عرضيه التو ريسبتور يقوي بعض زي ما هنشوف، وتقويه راسيه البري يقوي البوست والبوست يقوي البري والبري يقوي البوست اند سو اون، الجلوتاميت يخلي ده يطلع نيتروس اوكسايد، نيتروس اوكسايد يخليه يطلع مور جلوتاميت اند سو اون. تقويه رهيبه مش هنشوفها عمرنا غير في الهيبوكامبس. تعال ناخد التقوية اللي بالعرض اللي هي الأصعب. الجلوتاميت حتى أنا بحب الرسم قوي، رسمته لك أهو بحيث شكله ينفع يركب بالجزء الأسود ده يركب في الأنبا، وبالجزء الأحمر ينفع يركب في النمدة. يعني أه نفس الترانسميتر بس بيشتغل على تو ريسبتورز، شكله يسمح له إنه يشتغل على ريسبتور الأنبا والنمدة. أمدة ونمدة عشان تفتكرها بطريقة فاني. أنبا ونمدة. أنبا يا بدل ام ده امبا امبا ونام ده عشان تفتكر، قلت لك دي اختصارات ايه بس مش عليك، وكثير من اللي هشوف ما يعرفش يختار ايه اساسا. دلوقتي لما يمسك الجلوتاميت في الامبا ده قلنا ايونوتروبيك ريسبتور، يعني عنده اين شانل هيدخل صوديوم يعمل دي بولاريزيشن. طيب شوف بقى ازاي الامبا هيقوي النمد، الدي بولاريزيشن ده هيريموف المغنيسيوم انهيبيشن من النمد، هيشيل المغنيسيوم اللي كان بيعوق دخول الكالسيوم لان هما الاثنين بوست ديتشارج، يبقى هيرموف المغنيسيوم انهيبيشن فيروح داخل الكالسيوم. ما يدخل الكالسيوم من بره اه دي القصه الثالثه اللي خدناها في محاضره الاندوكراين، يتحد مع بروتين يحور الكالسيوم يخليه يعرف ينشط الكينيز، كالسيوم لوحده ما يعرفش ينشط الكينيز.
لكن لما يتحد مع كالسيوم موديوليتنج بروتين، حتى قلنا يبقى في كلمه واحده كال موديولين اللي هي جايه منين، كلمه كالسيوم موديوليتنج يعني يحور اي ان على بروتين، يتحد مع الكال موديولين، الكالسيوم كال موديولين كومبلكس ده يقدر ينشط كاينيز انزيم. طب الكاينيز انزيم ده هيعمل ايه؟ احنا عارفين كاينيز ليه سموه ليه كاينيز، از انزيم وكاينيتيك يحرك، يحرك ايه؟ اهي فوسفيت جروب. فيعمل حاجتين، يعمل فوسفوريليشن للأمبا، ودي تعمل لها اكتيفيشن، يعني كان الأمبا اكتيفيت النمدة والنمدة عمل له فوسفوريليشن فعمل له اكتيفيشن، تقوية متبادلة، ده شال له المغنيسيوم انهيبيشن فاشتغل، وده عمل له فوسفوريليشن فاشتغل، ده مش كده وبس، ما بيزودش بس الاكتيفيتي بتاعت الأمبا، وبيزود كمان النمبر اوف أمبا ريسبتور، بيخليه موف ناحية الحتة الاكتيف في السينابس، يعني بيموف مور نمبر اوف أمبا ريسبتور، تقوية متبادلة. يبقى الأمبا يقوي النمدة والنمدة يقوي الأمبا. تبتدي بمين؟ بالأمبا، بحرف الـ A، الـ A بالأول، تبتدي الأمبا بالأول. الأمبا لما مسك في الجلوتاميت ما تلخبطش، الـ N مش مع الـ N، الأمبا هو اللي بيدخل صوديوم فيحصل دي بولاريزيشن، يبقى ده بقى نشط اهو. الدي بولاريزيشن يعمل ايه؟ يموف المغنيسيوم انهيبيشن من النمدة فيتنشط، يدخل الكالسيوم من النمدة، الكالسيوم اللي دخل من بره خدناها في محاضره الاندوكراين لوحده ما يعرفش ينشط كاينيز انزيم الا لو اتحد مع بعض بروتين يحوره اسمه كالسيوم موديليتنج بروتين او كال موديلين. الكالسيوم كال موديلين كومبلكس ينشط كاينيز 2، كاينيز لطالب فاهم قوي، ايز انزيم كاينيز يحرك فوسفيت جروب، يحرك فوسفيت جروب يعمل فوسفوريليشن الامب فيعمله مور اكتيفيشن، مش كده بس، ويزود عدد نمبر الامب ريسبتور. تقوية متبادلة، تقوية متبادلة بالعرض اهو، الأمبا ينشط النمدة والنمدة ينشط الأمبا. وده مش كده بس، وتقوية رأسية، قال البري سينابتيك يطلع جلوتاميت فيخلي البوست، البوست أول مرة نسمع البوست يطلع كيميكال ترانسميتر، أول مرة نشوف كيميكال ترانسميتر غاز ناتريك أوكسايد، تصور يعني حاجتين غراب طالع من البوست وغاز موجودة في غرائب الدنيا. يخلي البري يطلع مور جلوتاميت وجلوتاميت يطلع مور نيتروس اوكسيد يطلع مور جلوتامين، يعني تقويه راسيه وتقويه عرضيه، فتنتهي سبحان الله سبحان الله بتقويه في الهيبوكامبس للذاكره، تخليك تتذكر اسمك واسم افراد العائله واسم اصدقائك اللي اتقالوا ريبيتد فيو تايمز فور ييرز. تصور نفس الحته دي، يعني سبحان الله، يعني ربنا يقدر يعمل كل حاجة، محيي ومميت في نفس الوقت. نفس الفكرة، ان بدل لونج تيرم بوتنشيشن ممكن تبقى لونج تيرم ديبريشن، نفس الكلام هو بس الديبولاريزيشن هنا كلمة واحدة بس، وصل ما وصلش للثريشولد فاليو اللي هو 20 ملي فولت، فوقفت العملية بأكملها. انت هنا بدل بوتنشيشن بسبب ضعف الديبولاريزيشن قصوره في انه يوصل الفارينج ليفل انتهى بالعكس بديبريشن لونج تيرم ديبريشن اللي هو الهيبوكامبس. ده يا شباب كان واحد من اصعب الموضوعات في الطب، وهو السينابتيك بلاستيسي. انا عارف ان ممكن تسمعوها تاني، ووعدت ان انا مش هعيد عشان ما اضيعش وقتكم، لكن ادوني 5 مينتس هعيدها لكم في عجاله. واحد من اصعب المواضيع، اتمنى تكونوا فهمتوه. سينابتيك بلاستيستي، قلنا يا شباب بلاستيستي من كلمة بلاستيك، مصدرها بلاستيك، the ability to change، انت ممكن تعود شوية مصدرها بلاستيك، that change synaptic transmission based على demands. النقطة الثانية حسب demands depending على post past experience، معتمد على experience سابقة. ده التعريف. انا مخي يقول لي انه لازم يبقى نوعين، يا شورت تيرم يا لونج تيرم، ده النوعين الاساسيين كله ينقسم لاثنين، لان ممكن اغيره في المده شورت تيرم او لونج تيرم، كله ينقسم لاثنين، اقويه او اضعفه، انهيبيشن او بوتنشيشن. يبقى اتصور اربعه بس. هم ليه خمسه؟ عشان الشورت تيرم فاسيليتيشن فيه نوعين، في واحد للايميديت ميموري وفي واحد للشورت تيرم ميموري. ده لوحده بيجي سؤال نظري طويل جدا، وممكن اقسمه لك حتتين، يعني سؤالين. وما عشقت مثل عشقي للنظام، هتتكلم في أربع نقط. شوف النظام يخليك تتذكر، تشرح لي الاستيمولس اللي بيحدث في البري أو بري،
الريسبونس اللي يحدث في البوست الايونيك بيزس الاكزامبل. هبتدي المره دي بقى بالاكزامبل عشان نفهم اكتر. في الشورت تيرم انيبيشن اللي هو اسمه هابيتويشن التعود، وهكمل الجمله من عندي، التعود على الضوضاء. طب هنا اوصف لي الضوضاء كاستيمولس، ايه الضوضاء ده؟ قطر بيفوت كل شويه، يبقى ريبيتد، كل شويه بيفوت لكن ما بيضرنيش، هو صوت بس بيناين، ريبيتد بيناين ستيمولاي ات انترفال زي النويزز. طب ايه اللي المفروض انا عشان انام المفروض ما استجبش للصوت ده؟ يبقى البوست عمل جراديوال لوس اوف ريسبونس. طب ما استجبش ازاي؟ يبقى 100% لازم اقلل الكيميكال ترانسميتر. طب هو مين اللي بيطلع؟ انا باخدها بالعكس عشان تحفظها احسن. مين اللي بيطلعها؟ الكالسيوم. اقلل انترسيرف كالسيوم، هو الكيميكال ترانسميتر معتمد على كالسيوم، اللي بيطلعه الكالسيوم بالاكسيتوز، عشان يقل الترانسميتر نقلل الكالسيوم زي في النويز. شوف جميله ازاي. تعال ناخد بقى الشورت تيرم فاسيليتيشن. في بوست تانيك بوتنشيشن وفي سنسيتايزيشن. دي في الشورت ايميديت ميموري ودي في الشورت تيرم ميموري. ايميديت ميموري سكندز تو مينيتس، اللي هو حاصله دلوقتي في انك بتتابعني جمله جمله، ده ايميديت ميموري. شورت تيرم ميموري اللي هي قصه لما تتلسع من الشوربه تنفق في الزبادي لمده 3 4 ايام، ده الفكر، او لساعات زي ما يكون. طب تعال نشوف، يبقى هنا ايه الاستيمولس؟ ان انا الشوربه كانت سخنه، اسف انا اسف الايميديت ميموري، احنا انا بدات بدي اسف افتر. هنا الايميديت ميموري اللي هي زي ما بقول جمله بتتذكرها فيها فعل وفاعل ومفعول به، مساله فيها رقم وعلامه زائد ورقم اخر، ادي ثالث نقطه، ويساوي، هو عاوز يساوي يساوي كذا. يبقى كل استيمولس لما بقول اثنين، اثنين دي قلت ما بتتقالش في ثانيه، بتتقال في 2000 ملي سكند، يبقى عباره عن بريف تيتنايزنج امبلس. في مفهوم الخالق خدت وقت طويل جدا، بريف تيتنايزنج امبلس. انا عاوزك تبقي رقم اثنين عشان لما اكمل مساله تبقى مش انا توقفت على اثنين ونقلت زائد وهكذا، لازم تبقى في مخك عشان تحل مساله. يبقى لازم البوست يحصل له ايه؟ كونتينيوس تو ديشارج تو ريسبوند فور فيو سكندز تو مينيتس. طب بسبب ايه؟ ادام هيشتغل كتير يبقى بالعقل هيزود الريليس في كيميكال ترانسميتر. بسبب ايه؟ الكالسيوم هو اللي بيطلع الكيميكال ترانسميتر. بسبب ان دخوله مع كل ستيمولس، ما هو تيتنايزنج لمده، قلنا انا قلت اثنين دي خدت 2000 ملي سكندز. خلاص؟ ساي مثلا، يبقى زاد الكالسيوم فزاد الريليس في كيميكال ترانسميتر، ودي مهمه في الايميديت ميموري. انا شايف ان كل مره تسمع وتفهم الجمل اللي بتتقال والمسائل تقول ثانك جاد فور بوست تيتانيك بوتنشيشن. بسبب هذه الظاهره. تعالى بقى البوست الشورت تيرم فاسيليتيشن اللي هو هنسميها سنسيتايزيشن، اللي هو قلنا يا شباب اللي اتلسع من الشوربه. يبقى الاستيمولس هنا حاجتين، الشوربه بيناين ستيمولس لكن كانت سخنه معاها نوكيا ستيمولس اللي هي السخونه. طب ايه اللي حصل؟ ان انا بقى عندي الريسبونس بتاعي مبالغ فيه، ما ببص للزبادي بتخض، يبقى برولونجد اوجمنتد ريسبونس. وقلنا التفسير بسبب ظاهره البري سينابتيك فاسيليتيشن، ارجع المحاضره اللي هي قصه السيروتونين، ودي في الشورت تيرم ميموري. ثم انتقلنا يا شباب الى اللونج تيرم بوتنشيشن ديبريشن. اول سؤال، دول بيحدثوا او يحدثا اسف في الهيبوكامبس، في الهيبوكامبس مسؤول عنهم او عنها، عن هذه الظاهره او عنهما نوعان من الريسبتور. فاكر افتدي بواحد ام وعين نام، امتا ونام ده ريسبتورز اللي هم سؤال ام اس كيو، دول عباره عن ايه؟ انوتروبيك ريسبتور، بيشتغلوا بماده اسمها ايه؟ جلوتاميت. وبعيد تاني الحته دي صعبه، الاستيميليشن والانهيبيشن في السنترال نيرفس سيستم depending على الكيميكال ترانسميتر ولا على الريسبتور؟ الاجابه الريسبتور، 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 الريسبتور هو اللي بيحدد. الاستايلكولين بيقبض الوول بتاع الاستومك وبيبسط الاسفنكتر، هو نفسه الاستايلكولين، هنا بيقبض الوول وهنا بيبسط الاسفنكتر، يبقى 100% الموضوع ريسبتور. ما عدا دي تاني اسئله ام اس كيو. تو كيميكال ترانسميترز تملي بيعملوا انهيبيشن،
بحرف جي جابا جاما امينو بيوتريك اسيد جابا وجلايسين، واثنين تملي يعملوا اكسايتيشن اللي هم الجلوتاميت والاسبارتيت. وادي الجلوتاميت عندنا دلوقتي. ايه فكره البوتنشيشن؟ انك انت هتدي ستيمولاي كذا مره ريبيتد، تقعد فاكره البوست يستجيب ليه لمده سنوات ان لم يكن لاخر العمر. وديت مثال حلو قوي، اسمك، اسماء افراد العائله، اسماء اصدقائك، اتقالت لك 3-4 مرات لكن لاهميتها استقرت في ذاكرتك ما حيت. ايه السبب؟ قلنا تقويه عرضيه وتقويه راسيه، ان التو ريسبتور دول بيقووا بعض. الامبا بتدي بالحرف الاي، الامبا يقوي النمدة فالنمدة يقوي الامبا، وتقعد بقى اعتبرها حاجه زي بوست فيدباك، ده يقوي ده وده يقوي ده وده يقوي ده وده يقوي ده، والبري يقوي البوست والبوست يقوي البري. دي اول مره نشوف الجلوتاميت يطلع من هنا نيتريك اوكسايد فيخلي ده يطلع مور جلوتاميت اند سو اون. خلاص ما فاضلش حاجه، تقويه بالعرض وبالطول. الامبا يقوي النمدة والنمدة يقوي الامبا، والجلوتاميت يطلع من البوست نيتريك اوكسايد، نيتريك اوكسايد يطلع من البري جلوتاميت اند سو اون. تاني مش عاوز طالب يلخبط معايا، دول ايونيك ريسبتور. قلت يعني ايه ايونيك ريسبتور؟ ايونوتروبيك ريسبتور خدناها في اول محاضره في سي ان اس. ايونوتروبيك ريسبتورز يعني عندهم اين شانل، واحد عنده صوديوم والتاني عنده كالسيوم عشان يبقوا اكسايتاتو. مش قلنا عشان كده قلنا جلوتاميت اكسايتات؟ لانه بيشغل ريسبتور فيها يا صوديوم يا كالسيوم اللي هم بتوع الاكسايتيشن. تبتدي بمين؟ قلت ما تلخبطش، النمدة بحرف الان مش هو الصوديوم ريسبتور، ده كالسيوم ريسبتور، الامبا هو الصوديوم، عشان عارف فين الطالب بيلخبط. فالامبا يدخل صوديوم يعمل ديبولاريزيشن، فالديبولاريزيشن يقوي النمدة. ازاي؟ يشيل المغنيسيوم انهبيشن فالكالسيوم يدخل. يبقى الديبولاريزيشن بتاع الامبا بيؤدي الى تقويه في النمدة بانه بيشيل المغنيسيوم انهبيشن فيدخل الكالسيوم. طب لما النمدة يتنشط ينشط الامبا ازاي؟ بطريقه اكثر تعقيدا. لما يدخل الكالسيوم، الكالسيوم قلنا ما يعرفش ينشط كاينيز انزيم ويعمل فوسفوريشن الا لو اتحد مع بروتين يحوره اسمه كالمودولين، ده كالسيوم موديليتنج بروتين. فيتحد الكالسيوم مع الكالمودولين يدي كالسيوم كالمودولين كومبلكس ينشط كاينيز انزيم. خلاص عرفت القصه، كاينيز يعني محرك لفوسفيت جروب، انزيم بيحرك فوسفيت يعمل فوسفوريشن الامبا فتتنشط اكتر. ومش كده وبس، مش بيزود النشاط بس، الكيف بس، بيزود كمان الكم، عدد الامبا ريسبتور، بيخليها موف اكتر للمنطقه النشطه في البوست سينابتيك. ده واحد من اصعب مواضيع في الطب، عشان كده قعدت افكر وافكر، عاوز اعمل لها رسمه سهله. وقلت الرسومات هي حصاد السنين، وقد كانت هذه الرسمه اللي بتسهل لك جدا. And don't ever forget الموضوع متعلق بالهيبوكامبس اهي، ده سؤال ام اس كيو، ان الامبا والنمدا ريسبتور دول بيشتغلوا بجلوتاميت اللي هم اكسايتاتوري، لان الامبا ده بتاع الصوديوم قلنا الان مش مع الان، والنمبا بتاع الكالسيوم، ودول ايونوتروبيك ريسبتورز. وقلنا ان التنشيط بيتم بالعرض، الامبا تنشط النمدا عن طريق ان الديبولاريزيشن اللي حصل هنا يموف المغنيسيوم انهبيشن، فيدخل الكالسيوم مع الكالمودولين يشغل الكاينيز ايه يعمل فوسفوريشن ينشط الامبا، وهكذا نشطوا بعض. والبري نشط البوست والبوست نشط بري، جلوتاميت يطلع نيتريك اوكسايد ونيتريك اوكسايد يطلع مور جلوتاميت. اللونج تيرم الديبريشن نفس الكلام بس كلمه واحده، ان هذا الديبولاريزيشن ما وصلش للثريشولد فاليو اللي هو 20 ملي فولت، فتوقف الموضوع برمتي. ده الجزء الصعب في الحصه. نيجي للجزء الاقل صعوبه، دي حصه قويه سي ان اس، ويعني حاول تفهم مع عبد الله سي ان اس، اذرايس هيبقى عندك مشكله، لانه زي ما بقول فاقد الشيء لا يعطي شيء. فنحاول نفهمها مع بعض. فنيجي الموضوع الثاني اسمه نيرونال بول، ده اسهل. بول يعني تجميعه، في عندنا هنا حاجه اسمها في نورث امريكا كار بول، الناس عشان مواصلات لا تكتظ يعني بالعربيات، يجمعوا عربياتهم كلهم رايحين نفس المشوار في حته كده يعني مع بعض، اسمها كار بول.
وبعدين المجموعة اللي رايحة نفس المشوار تركب عربية واحد بس، بدل ما أنا وإنت وحضرتك رايحين نفس المشوار كل واحد بعربيته وإحنا نفس المشوار، نتجمع في حتة اسمها كاربول وناخد النهاردة عربية سعادتك، بكرة عربية سعادتك، اليوم الثالث عربية العبد الله، وهكذا. يبقى ما هي نيرونال بول بقى؟ collection of neurons، مجموعة neurons with the same function. واحد يقول لي ممكن تدينا مثال سهل؟ مجموعة النيرونز اللي بيعملوا flexion of the biceps، يبقى كلهم بيعملوا العضلة واحدة حاجة واحدة، البايسبس فليكشن، يبقى دول نيرونال بول. مجموعة النيرون اللي بيعملوا extension للبايسبس يبقى another pool. وعليه يمكن تخيل